كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كلنا الكلمة دي أو الجملة دي كان أمهاتنا جدودنا وإحنا داخلين ننام، دي كانت بداية الحدوتة أو بداية الحكاية. وندخل ننام ونحلم، كل واحد كان بيبقى جواه واحنا صغيرين حلم نفسه يحققه، كان الحلم ده بيكبر معاه. في ناس كانت بتقدر تحقق حلمها وهي صغيرة، وفي ناس عاشوا مع الحلم ده سنين وسنين وبرضه كان عندهم تصميم انه هيحققوه. النهاردة معانا واحدة من الناس دي، واحدة الحلم فضل عايش معاها سنوات كتير. انا مش هي مش كتير قوي عشان تبقوا عارفين، بس عشان ما ظلمهاش لان هي صغنونه، لكن احنا بنتكلم عن حلم اطفال، لكن فضل عاش معاها سنين. وهو كانت بتحلم بالكرتون، بس الكرتون المختلف مش اللي احنا اتربينا عليه. ما كانتش بتحلم بتوم جيري، ما كانتش بتحلم بوالت ديزني، ما كانتش بتحلم بكل الحاجات دي، لا كانت بتحلم بكرتون يكون من حضارتنا، من الحضاره الفرعونيه، كرتون يكون قريب منا من الريف، نلاقي فيه البنوته صغيره وهي لابسه الجلابيه والمنديل بقويه ولابسه حاجات كده، كرتون بتاعنا مش كرتون المستورد اللي احنا اتربينا عليه ثقافتهم. عملت بالفعل ده، وكانت المجموعة كان اسمها كان يا مكان. هنعرف النهاردة حكاية كان يا مكان، هتقعد تحكي لنا، هنحكي الحكاية مع بعض ونعرف بقى ايه المجموعة اللي طلعت من كان يا مكان. بتشرفنا النهاردة الفنانة والكاتبة للأطفال وخصوصا الأطفال، خليكم معنا، هالة صروفيم شمع. أهلا بيكي وصباح الخير. مساء الخير. الحقيقة يعني ان انت تعيشي حلم كامل وحلم كرتون، خصوصا الكرتون دايما في ذهننا مرتبط جدا جدا بالاطفال. اول ما تلاقي حد كبير وبيقول لك كرتون ايه الناس المخافه دي، فان انت عشتي حياتك كلها كل حلمك ان انت تعملي كرتون، اشمعنى؟ هو بصراحه حلم كان معايا وبعدين نام، وبعدين ولادي سافروا ولقيت نفسي وحدي، وبنتي اتجوزت خواجه وبقى عندي حفيد نصه خواجة، فكنت عايزة أديله التراث بتاعنا وربي فيه النص المصري اللي هو مهم. يعني ده كان منشأ الفكرة ان انت عايزة حفيدك يبقى عنده خلفية عن ثقافتك وعن تراثنا، التراث المصري، وفي نفس الوقت هو عايش بره وعنده متعايش كامل. ده سبب من الأسباب. وبعدين ان انا بحب بلدي وعايزه اقدم شخصيات الواحد يقدر ينتمي اليها للاطفال، ما يبقوا اسميهم مصري. يعني رمرام يعز بطنه، ده كان ابني طارق يحب بطنه وهو صغير فيحب الرمرمه فرمرام. بنتي اما كبرت السن الصعب شويه، طارق هيزعل مننا كده. حد بس يدوس لها على الطرف، هي كانت سهله وسويه، بس حد يدوس لها على طرف تتزربن، فزربونا زربونا. وبعدين زير بقى، ده التاريخ المصري، التاريخ اللي هو الأصالة، الكرم. خلي بالك اسم زربونا ده هيجي عليا وحش قوي. انا ليش دعوه بالموضوع ده خالص، يعني احنا خلينا في رمرام وفي الزير. ماشي، زير هما دول بقى الشخصيات الاساسيه بتاع بتوع القصه. هما سته، ثلاثه على الارض، زير ورمرام وزربونا، وبعدين في السماء في مفتاح اللي هو مستوحاة الرسمة بتاعته، ابتدت بمفتاح الحياة، مفتاح حلال المشاكل. مفتاح حلال المشاكل عشان زير راسخ وما بيتحركش من مطرحه، له جذور وقاعد في مطرحه ما بيتحركش، الأمة. وعسل اللي هي بتدي قرصة ومثل عندها. الله، وذبابة الدبانة. الكتابة فيها يعني نوع من السجع، نوع من الزجل كمان، يعني أنا شايفة يعني الأصول. حتى أساميهم مش أسامي عادية، مش علي وحسين وإبراهيم ودي أسامينا، لكن أنت عاملة فيهم نوع من الزجل كمان. حاولت، اللي بصراحة بلورة الزجل في العربي صديقة عمري اسمها أميرة حلبوني. أميرة احنا بنشكرك. أنا كتبت بالإنجليزي بالسجع برضو، بس عندي أصدقاء كتار ساعدوني بصراحة، وأختي ووالدي ووالدتي والعيلة وجوزي وولادي كله. وتعالي بقى نشرح الحاجات. احنا النهاردة لو نبص كده على الاستوديو بتاعنا هنلاقي فيه شوية زيادات لطيفة جدا كده، وعاملة جو من البهجة فعلا، تحس ان احنا بقى قلبنا أطفال. يعني لو كنت أعرف كده كنت جيت بقى في يونكات وحركات، لكن تعالي نشوف ايه ده بقى.
دي بقى العربية اللي بنشوف عليها عربية بقى الكشري، عربية الذرة، العربية عربية الفول، عربية وظفتها بطريقة مختلفة وقلت أعرض عليها الكتب فدي يعني طريقة وظفت بيها الزير بقى اللي هو هناك بقى رسمت عليه وجه سليت برضو يعني احنا قلنا زير اسمه زير ايه؟ زير حمال المية وحمال الأسية بقى ده بقى اللي هو كتوب وكاتب الأسرار أيوة ده اللي بيقولك بقى سرك في بير هنا سرك في زير أيوة وبعد كده المشنة مثلا المشنة الصعيد احنا عايزين نقول برضو انه في أصل صعيدي عشان كده تلاقوا برضو الحاجات فيها التاتش الصعيدي موجود يعني على طول فهنا مستخدمين المشنة الصعيدي وعملنا لها برضو ديكور وتقريبا مبطناها من جوه مبطناها عشان بس اعرف احط فيها حاجات كتيره يعني طيب نتكلم عن كم مجموعه والمجموعه اسمها كان يا مكان أيوة. وخرجت منها مجموعه قصصيه ومنها الجعران المفقود بالزبط. اول ما قريت الجعران المفقود افتكرت تانتان والكنز المفقود ده احنا كلنا متربيين للاسف فعلا على الثقافه الغربيه يعني فحاولي كده تقربي لنا الموضوع ويا ريت احنا معانا كتاب كمان مش كده معانا قصه معنا. طب ما تيجي تحكي لنا قصه ايه رايك كامل يا ريت نبتدي نفتح القصه والنهارده كلنا يا جماعه كله بقى يقعد كده ويهدي النور وهنسمع قصه قصه اسمها كان يا مكان وهي طبعا مكتوب عليها الاسم هاله صاروفيم شمع هنا انا الرسومات دي الكتاب رسوماته من سنتين ده من سنتين فكنت برسم وبلون باكواريل وبعد كده التكرار بيعلم بقى الشطار ولا معرفش بيعلم ايه قعدت اعيد وازيد لغايه ما غيرت بقيت افضل او حسن نوع من انواع تنقيح ايوه للصورة. عشان قعدت الون بالوان اسهل طيب وزودت ممكن بس فيها انا عايزه الموضوع في شكل حكايه قول لنا دي شخصيه ايه ودي دي بقى ادي إيه؟ اللي لابسه بامبا ولابسه تلي على دماغها بسبعات وتمانيات دي زربونه دي زربونه وجنبها اللي احنا مالناش دعوه بيها خالص اوكي ماشي وريمرام لابس بقى طاقيه على دماغه ايوه وحاجه زي الفراعنه بقى اوكي ممكن نغير الصوره بقى فاهي بنقول بقى كان يا مكان بدايه كل حكايه ايام زمان تتحكي في اي وقت واي مكان لكن تحلى يا ساده قبل المنام كنت تقولي لي الحته دي كنت اقولها الاول بدل ما كنتش حافظاها بس فعلا يعني دي جت بالصدفه والله يا جماعه انا ما قريتهاش بس فعلا فدي بقى تعرف على اصدقائك الجدد فبقى في دول بقى الشخصيات الاساسيه دي الشخصيات الاساسيه اللي هي في كل القصص في كل المجموعه القصصيه دي فكل مجموعه بيزيد عليها يا شخصيه يا شخصيتين طيب احنا شايفين زربونه وشايفين رمرام وشايفين الزير ومفتاح اللي قاعد على سحابه في السماء ومفتاح اللي قاعد على سحابه مفتاح اللي هو حلال كل المشاكل وبيبعت بقى عسل اللي بتدي قرصه ومثل عسل بتردي قرصه ومثل اوكي ودي بقى ذبابه بقى اللي عندها العينين السحريه ذبابه مال دبان بقى حشره والنظر بتاعه قوي قوي جدا عشان كده نغير الصوره واحنا عايشين بالدبان فيعني هو يعني جزء من التراث بتاعنا برضه كناش يعني. عايزين طبعا نصدر الثقافه دي بس مش مشكله وهنا بقى زير اللي هو بقى الام بقى اللي هو الفارين دايما بيلجأوا له وبيروحوا له وبيحافظ عليه هنا الزير بيرمز للام للحاجه الثابته للحاجه الثابته للوقار للتراث نغير للتاريخ نغير يا جماعه وادي رمرام بقى لسانه بره كده وبطنه طالعه كده علامه عن حلمه دايما بيحلم باكله ودي زربونة قاعدة بقى أخوها ممكن يضايقها يدوس لها على طرف لابس الدفيرة بقى اللي هو دايما بنلاقيه في الريف المصري والفيونكة والديل عليه فيونكات ولما يحصل مشكلة بيلجأوا لمفتاح اللي هو احنا شايفينه ده بقى زير هو دايما اللي بينادي مفتاح لأن زير ما بيقدرش يتحرك فبيبعت مفتاح يبص ويحمي الفارين من فوق اوكي فده ومفتاح بقى بيبقى عنده مساعدين اتنين وادي اللي هي عسل اللي بتدي قرصه ومثل ايوه احفظها عسل بتدي قرصه ومثل دي بقى اللي هي الحكيمه نقدر نقول يعني ايوه
اللي بتدي بقى ودي الساحره بقى، الساحره بقى بعيون سحريه. اه بالظبط ايوه. طيب احنا شايفين، نرجع بقى هنا تاني يا جماعه ونشوف الـ القصص اللي معانا، وكل الحاجات دي انت عملتيها على نقدر نقول على نفقاتك الخاصه، كل المطبوعات دي مش كده برضه؟ ربنا قدرني. طيب. الحمد لله. طبعا ده يعني ده جزيل الشكر ان انت تعملي هذا المجهود، وخصوصا دي حاجه يعني احنا بنطالب دايما ان احنا يبقى عندنا كرتون او شخصيات خاصه بينا، شخصيات مصريه ليست عربيه كمان فقط، شخصيات مصريه. اولا يعني ان انا اطلع يعني بدون زعل يعني ادفع من جيبي عشان اعمل مجموعه قصصيه، وفكرتي فيها ازاي؟ حسبتيها ازاي؟ مش فكرتي فيها ازاي؟ لا بصراحه انا ملياش في الحسابات وده عيب. فكرت فيها، الفنان ما افتكرش ان هو بيفكر في التكلفه قوي. ففي اللي ساندوني جوزي راجل طيب. واضح. كبر بخاطري. ايوه. وده حلم بقاله سنين يعني كنت احب انفذه. ف ما كنتش هروح لاي يعني ما كنتش شايفه مين كان هيطبع لي كتاب بصراحه بالطريقه ديت. فجازفت. والكتاب ده بقاله قرب سنتين. ما نزلتيش بيه معرض الكتاب؟ انا اعتمدت بس هنا طريقه مختلفه، على ان مثلا اللي بيوزعوا لي كتاب يعملوا لي دعايه، المكتبه اللي انا مثلا هروح اقرا فيها كتاب يعملوا دعايه للكاتب ويشجعوني. طبعا. للاسف افتكر ان في ثقافتنا ده صعب ما بيحصلش. اعتقد ان يعني حاجه زي دي، فكره زي دي محتاجه ان حد الى حد ما يقف وراها ويطورها وتطلع منظومه. يعني لو نرجع تاني، ويعني ما بحبش ادي المثل، لكن لو هنرجع لوالت ديزني، هو والت ديزني كان عنده حلم، بس لقى بعد كده يعني في منظومه قومت هذا الموضوع، هذه المؤسسه الضخمه ما طلعتش كده بفرد فقط، لا كان في فكره، والفكره بعد كده بقى في مجموعه، لكن هي فرد واحد يقدر يقوم بهذه يعني الفكره اكيد صعب. فاكيد لو حتى لو وزارة الثقافة، لو الشباب، لو معرفش بقى دي تبقى ايه الوزارة التابعة لها، لكن احنا بنتكلم على كرتون خاص بينا، هيعرف الاطفال حضارتنا، هيقربهم. دايما بنقول ان الجيل الجديد ما عندوش انتماء للارض، ما بيعرفش التاريخ، ما بيعرف اهو احنا عندنا، وده من خلال شخصيات كرتون، وعايزين نشجع القراءة. طب يعني كل ده مطلوب، ده يعني. امل 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 ده املك بقى. املي فعلا ان ده يحصل، ان اعمل كرتون والعيال زي ما تقولي يقدروا ينتموا لشخصيه واسامي مصريه، ونقدر نديلهم يعني حتى مثلا لو عندك شخصيه من الشخصيات دي تزور معبد، تخش المتحف المصري، يبقى لها مغامره جوه المتحف المصري. ممكن يعني مثلا يستخبى ورا مثلا تمثال اخناتون، وزربونا مثلا تستخبى ورا راس نفرتيتي، معرفش يروحوا مثلا يزوروا شيخ البلد. عارفة حضرتك المتحف المصري كبير طبعاً. ومش محتاج يعني في دلوقتي معرفش بيخلطوا رسمة الكرتون بالمتحف يعني حاجات مش عارفة. عندك هو حلم حلم حلم, حلم يعني حلم. انت وصلتي لي الموضوع فعلا، عندك حلم. حلم طيب حلمك ده عايزاه يبقى الشكل مطبوعة فقط زي مطبوعات ميكي جيب ومش عارفة، ولا عايزة الموضوع لا اشوف افلام وسلسلة افلام بالزبط. يبقى شخصيات، يبقى مسلسل. انا افلام ومسلسل يعني انا عندي كذا شخصيه، عندي مثلا عملت شخصيه اسمها بيليا اللي هو الواد البقال، الفارين بيروحوا له طبعا رمرام ورا بطنه بيشم ريحه كشري معرفش ليه، ينتهي عند البقال ويقلب الدنيا، وبعد كده البقال يطبخ له اكله كشري. بعد كده مثلا عندي حكايه عن الغطرسه، وان الواحد عن سنجاب مبسوط بديله. والله انا مش عايزه اقول لك، انا عايزاكي تعرضي الافكار وفي نفس الوقت مش عايزه تعرضيها علشان يعني
يعني زي ما بيقولوا بقى يعني محدش ياخد الفكرة ودي أفكارك، لكن إحنا محتاجين إن حد يشوف بدل عندنا أفكار وأفكار جميلة. طب ليه ما نبدأش نفكر إن إحنا نعمل حاجة زي كرتون اللي بيتعرض في رمضان اللي يتعرض للأطفال؟ ما بقاش عندنا أي حاجة ممكن تتعرض للأطفال الصبح غير الحاجات كلها اللي إحنا جايبينها من بره. طب ما يبقى عندنا شخصياتنا وفعلا نتفرجوا على المتحف المصري، يبقى فيه مغامرة في المتحف المصري. إحنا شفنا سلسلة أفلام كاملة عن المتحف بتاعنا اللي هو كده الواحد يقربه. انت عارفه اما شخصيه كرتونيه تخش جوه المتحف المعلومه الواحد لا اللي عايزين نديها للطفل بانه مثلا الشخصيه دي تخش تزور المتحف بالزبط. يعني حاجه مبسطه جدا. والله انا مش عارفه اقول لك ايه، لكن اكيد عندك مجموعه من الافكار اللي لو لقيت اي حد بس يعني نظر لها بعين الخبره اكيد الافكار دي هتبقى مختلفه وهنشوفها بطريقه مختلفه. قولي لي بقى حفيدك، نرجع اللي هو اصل الموضوع، لما شاف بقى المنتج قال لك ايه؟ لا ما حفيدي عنده 18 شهر يا حبيبي، بدات بدري قوي. على امل على امل ان يكبر بكده. ده امل ان شاء الله لما يكبر يبتدي ويشوف حاجة فعلا يعني يقبل وارد أكتر. يمكن على أيديك والبركة فيكم انتوا. يا رب يا رب إن شاء الله. لا وإحنا بنتكلم دايما، يعني أنا دايما بلجأ بقول للناس اللي يهمها الأمر، أنا ما بقولش اسم معين ولا يهمني أي اسم معين، لكن أكيد في البلد دي في ناس بتحب البلد دي وفي ناس فعلا همها إن إحنا نعمل حاجة ليها، مش ليها بس. يعني احنا دايما مش بنبص على اقتصاد، والاقتصاد مهم والامن مهم وكل حاجة مهمة، لكن التنمية البشرية، البشر نفسهم، الاطفال نفسهم اللي بكرة هيبقوا الشباب عشان يبنوا البلد دي، مهم جدا انهم يعرفوا تاريخ بلدهم اللي هما ما يعرفوش عنه اي حاجة، ويحبوا بلدهم ويحبوا شخصيات بلدهم. ما يبقاش كل عندنا عقدة الخواجة من ساعة ما نتولد لغاية ما ربنا يفتكرنا. انا مبسوطه جدا 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 وبجد شرفتيني. انا اللي متشكره، وبتمنى لك كل توفيق، وقريب يا رب ان شاء الله يعني مش هلاقي تليفون لا ساعتها نستضيفك تاني تقول لنا بقى حصل خطوات كذا وكذا وكذا، وانا ان شاء الله داخله بعمل فيلم رمرام فمش عارفه ايه في مستشفى المجانين. لا هو المخرج قال رمرام في امستردام، لا احنا بس احنا عايزين هنا في مصر، دور لنا على منطقه تانية في مصر بقى يا كامل. يعني رمرام فين بقى؟ عايزين في منطقه في مصر. ما اعرفش حاجه فكر معايا. يعني المهم هنلاقي له منطقه تاني لكن غير امستردام عشان احنا عايزين نبعد عن بره. يعني رمرام في اسوان، رمرام في الاقصر، يعني فان شاء الله قريب. وانا سعيده بتشريفك بجد. انا متشكره جدا. احنا النهارده شفنا مثال، اعتقد احنا بقالنا يومين الحقيقه، يعني امبارح والنهارده الحلقات كانت فيها نقدر نقول دفعة كبيرة من التفاؤل. قدمنا ناس بتحب مصر وقالوا لنا ان مصر لسه بخير وفي ناس فعلا بتحبها وناس بتشتغل علشان بس مصر. يعني احنا النهارده فتنا عملت كل موسوعة الكتب اللي احنا شفناها والحاجات دي كلها على حسابها الخاص. عشان ايه؟ علشان عايزه حفيدها ياما يتربى يعرف ايه اصله، يعرف ان احنا عندنا حضاره فرعونيه، ان احنا عندنا تراث كبير جدا لو استغلناه صح ممكن نعمل مجموعه كبيره جدا. مش والت ديزني بقى، يعني والت ديزني ده خيال لكن احنا عندنا ده واقع بس احنا مش عارفين نستغله. جزيل الشكر ليكي وربنا يوفقك. احنا كده خلاص خلص اسبوعنا، ان شاء الله يوم السبت هتكون معاكم زميلتي مها موسى، اشوفكم ان شاء الله يوم الثلاثاء.